برضو هنقول برضو هنقول برضو خبر للساده المشاهدين ان انا جات لي معلومه ان يعني رئيس نادي الزمالك خد مساله قرار انضمام الكابتن خالد جلال للجهاز الفني لنادي الزمالك امس، لكن هو اجل صدور القرار النهارده بعد الجلسه مع مستر جروس، وفي انتظار ان هو يشوف نتائج الفريق في المباريات المقبله. نتائج الفريق اللي هتحدد اذا كان الجهاز الفني بكامل هيئته وكامل تشكيله الموجود دلوقتي هيكمل ولا هينضم عليهم الكابتن خالد جلال. خليني بس اقول لك حصريا لكره بلدنا ان جروس رفض رفضا باتا وبلغ امير مرتضى منصور انه لا يمكن ضم خالد جلال للجهاز الفني عندما عرف بهذه المعلومه. بس هو السؤال اللي انا بساله هو اللي مشى خالد جلال مين؟ رئيس نادي الزمالك وتعاقد مع جروس. طيب هو ولا كان في رئيس نادي غيره مشى خالد جلال؟ ممكن يكون كان في رئيس نادي غيره. يعني انت اللي مشيت خالد جلال وانت اللي جبت جروس، فانت النهارده لما كنت بتتكلم في التصريحات، اصل كلامه في التصريحات بالامس كان على سبيل الاستفهام، ده خالد جلال كان بياخد 100,000 جنيه وفاز على سموحه. طب هو مين اللي مشى خالد جلال؟ هو مين اللي جاب جروس؟ يعني اكيد هو طبعا، بس هو اللي خد القرارات دي. دي مهمه جدا، لكن غدا انتظرونا معنا هذه التصريحات اختيرت في كره بلدنا انها اخطر التصريحات في الاسبوع السابق. هناخدها بالتحليل مع ضيوفنا في الحصاد الفني للاسبوع السابق مع الكابتن حلمي طولان والكابتن ضياء السيد والكابتن ياسر عبد الرؤوف.